في تقرير رح يبين كيف قدر على المخبر أخذ حقه وحق مواطن إنه يقدر يعبر من دون ما قضاء الأمور المستعجلة يتدخل للقمع، لأنه وقت المواطن بده يعبر وبده يحكي عن شيء أصابه إله حق يعبر وإله حق وسيلة الإعلام اللي هي شغلتها توصل صوت الناس إنها تعبر. على كل الأحوال خلينا نشوف هيدا التقرير، نرجع نستقبل معنا المقموع سابقا المحامي توني عيد لحتى نشوف شو عمل. لأن التطاول على القانون صار عادي ببلد الفوضى، كان لابد من حكم عادل بيثبت نزاهة القضاء عند الجد، وهذا الأمر ترجم قضائياً بالطعن اللي قدمه قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن أنطوان طعمة، واللي أبطل لقرار صدر ب 23/11/2016 ويقضي بمنع برنامج على المخبر من بث فقرة واستضافة المحامي أنطوان عيد، وذلك للحديث عن تعرض الأخير من قبل مسؤولي الأمن بمجمع هوليداي إن بذوق مصبح للضرب، وذلك بعد كشف المحامي المذكور مخالفات وتعديات كثيرة. قرار الطعن أصدر بعد ما قدم كل من المحامي أنطوان عيد بواسطة وكيله المحامي أنطوان سعد ومقدمة برنامج المخبر غادة عيد وتلفزيون أم تي في دعوة ضدها القرار الجائر، حيث أتى الرد سريع ومنصف. طبعاً الغرض من كل هالمعلومات المقدمة هو تذكير جميع اللبنانيين أن حرية الإعلام مقدسة ولا يجوز المس فيها من أجل حسابات شخصية أو ناس فكروا حال أعلى من القانون وممكن تمرق مخالفات مرور الكرام، أو حتى بيقدروا يلعبوا دور القبضيات على الناس العزل، وفوق هيدا وكله بمارسوا الترهيب ضد مين بيرفع الصوت ضدهم. أخيراً بهيك قرار ما فينا إلا ما نثني على نزاهة بعض القضاة اللي بعضهم حاطين القانون فوق كل اعتبار. واخيرا المحامي توني عيد معنا لحتى يخبر عن وجعه عن قضيته اللي منع انه يخبر عنها بقرار قاضي الامور المستعجله، اللي قدرنا رجعنا استأنفناه تناخد حقنا بحريه الاعلام، ولكن ايضا واهم الحق اللي كرسه الدستور وهو حق التعبير. تفضل توني عيد. اول شيء بدي اتشكرك بالفعل واتشكر الان تي في لانه خضنا المعركه سوا، وهو للأسف أنا مالك بالهوليداي بيتش من أكثر من 20 سنة، واللي صار هو أنه كنت عم ضوي على تعديات فاضحة وصارخة للأملاك البحرية، اللي هي شفنا كمان مثل نفس الشيء بالرملة البيضاء بقى، بس بفارق بسيط أنه أنا الوحيد اللي كنت واقف بوجههم كلهم سوا. ومن بعد انتخاب مدير جديد لمجمع الهوليداي بيتش سابا مخلوف، وبلشت هيدي التعديات. انت اليوم، انا رح هيك سرع شوي معك الامور، انت اليوم تعرضت للاهانه وللضرب واشتكيت، كانت مشكلتك انه القوى الامنيه والقضاء ما انصفك بالشكوى وما وقف حدك كونك تعرضت للاذى؟ طبعا اول شيء التعديات كانت واضحه، نشوف بعض المشاهد على الشاشه. هودي التعديات على الاملاك البحريه. نعم. والتعديات. نعم. على الاقسام المشتركه. انت المشكله معهم انه انت بدك تمنع. انا مجرد ما ضويت على التعديات صاروا مستقصدينك يعني. ثاني نهار كانوا بلشوا رجال الامن اللي هن مستخدمين بالمجمع واللي هن ملاجئين حمايتي والسهر على امني. نعم. كانوا عم ينهالوا علي بالضرب وعم صورهم بالكاميرات وعم بتشك عليهم، وللاسف القضاء من المدعين العامين ببعبده بالذات اللي هو كمان تقدمت بشكاوى على التفتيش عليهم. حضرتك محامي قادر تروح للاخر بحقوقك يعني؟ طبعا 100%، بس هيئته الآخر كانوا رح ياخذوني على الآخر لأنه كان آخر اعتداء ما تم توقيف، برغم عشرات الاعتداء ما تم توقيف ولا واحد. وفي مشاهد بتوثق هذا الاعتداء، وفي يعني في تقارير طبية شرعية وآخر تقارير طبي. يعني كنا عم نحكي بعد شوي أنه أوقات مذكرات توقيف بتصدر عن القضاء بيصير في تقصير من القوى الأمنية، ما هو التقصير من القضاء اللي هي وصلهم أنه يعتدوا علي لمرة تانية وثالثة وعشرة. بس هلا القضاء هو اللي ما أنصفك، يعني التقصير كان بالقضاء مش بالقوى الأمنية أنه يوقف القوى الأمنية
وين كان مسؤوليتها؟ لأنه وقت أنا قدمت إخبارات، عشرات الإخبارات وقطعوا بتصور بالكاميرا أنه هالجماعة عم يتعدوا على الأملاك البحرية. شو كان موقف القوى الأمنية؟ أنه غضوا النظر. يا ما يجوا. طيب. خليني نعم. بس هن بالنهاية بيخابروا كمان النيابات العامة نعم. بعبدة. اللي ما عم تاخذ ولا اي اجراء واللي كانوا عم بيتابعوا بشكل كثير طبيعي على ذوقهم يعني حسب كمان هون بعثت لهم صور للمدعين العامين بالمخالفات اللي عم بتصير دونك تجرب سكر ان شاء الله انه هلا صوتك بيوصل معنا دكتور انطوان سعد اللي هو ايضا واكب هذه القضيه معنا مساء الخير دكتور سعد مساء الخير غادة يعني قدرنا رجعنا حصلنا عن حقنا بالإعلام وبالتعبير أيضا وهيدا حق مكرس ولكن شو بتقول اليوم استكمالا لقضية محامي قادر يوصل لحقوقه وعم يصير معه هيك شو بتقول حضرتك بهالموضوع أول شيء بدي أقول لك مبروك للحرية مبروك للإم تي في مبروك لألك غادة مبروك للأستاذ عيد والمبروك الأكبر هي للقضاء اللبناني يلي عم بيخلينا نشوف أنه في بعض القضاة بأحكامهم هن مثل الخميرة بالعجين هن مثل الملح الذي به يملح ولا يفسد ولا يوضع خارج الدار ولا يدوسه الناس في حين أنه البعض الآخر منهم هن على نقيض ما أقوله للأسف بالقضية المذكورة عندما تم الاعتداء يوم زرت أحد أرفع القضاة في لبنان قال لي للأسف ما في لأن هذا قرابة مرتي هيك قال لي وعرفت عن مين عم بحكي طيب إذا كنا لبنان عم نسوقه بهديك الأيام بهيدي النظرية بهالإدارة أضف إذا كان إذا كانت هيدي هي رسالة القضاء وبوقتها ما كان في رئيس الجمهورية اليوم أنا بقول له لرئيس الجمهورية نعم. إذا ما عندك قضاة على شاكلة القاضي أنطوان طعمي فعبثا يبني البناؤون فلا إصلاح ولا تغيير ولا عدالة ولا حق ولا بناء يستند إليه المواطنين لما بدهم يروحوا على العدالة إذا ما بلشت من القضاء لبنان ما له معنى لا بغازه ولا طيب. بالكهرباء ولا بالبواخر ولا بغيره شو بتناشد القضاء اليوم بقضية توني عيد لحتى يقدر يحس انه هو اخذ حقه من الناس اللي اعتدوا عليه شو بتقول اليوم للقضاء في نعم. مسؤولين عم يرتكبوا اعتداءات على الملك العام نعم. في مسؤولين عم يرتكبوا اعتداءات على محامي والمحامي هو الاعتداء عليه كالاعتداء على قاضي لازم تتحرك النيابة العامة في تقارير طبية فيها لازم يصير فيها توقيف بس إذا بيقرب مرته لقاضي ما منوقفه لا بدنا نوقفه تاني شغلة في مسؤولية يلي عم يتعدى على المال العام في سلطات إدارية ورقابية عليها تتحرك أكتر من هيك إذا هيدول إذا في مسؤولين على هالنمط بيقولوا نحن واصلين لأنه نحن منقرب فلان وعلتان معناتها صار الكل نحن بشريعة الغاب وهذا الشيء ما رح نتركه يستمر لازم القضاء بعدين في عندك بين ايديك وبين ايدين الاستاذ عيد افادات بتقول انه المدير على المشروع طلب منا نقتله ونطفي الكاميرات يعني شو ناطرين تتذكر الجريمه اللي صارت بعشقوت بشان كلب نعم. لانه القضاء ما كان يتشدد وصلهم لهون واخشى انه ما نكون بالهوليدي بيتش رح نوصل بكره لا سمح الله يعتداء على حياته وروحه للاستاذ ونفسه وبعدين نرجع نقول يا ريت تشدد القضاء، هيدا الامر مثله مثل كل قضيه فيها طبعا اذا بدك تراجع بدور القضاء لصالح الفلتان وهيدي ثقافه عم بتعم وين ما كان بسبب القضاء نعم. ما عم بيكون نعم. صارم باحكامه انا بدي اشكرك دكتور انطوان انا بدي اشكرك على متابعتك لهيدي القضيه وعلى موقفك اللي كمان يثير نوع من الحماس لدى كل طالب حق شكرا لك ندافع عن الحريه وعن كل المظلومين كمان انا بدي اترك سيستوني انه هيدي الصرخه اللي توجهت الليله من على المخبر للقضاء لأنه ينصف أي مواطن إن كان محامي وإن كان غير محامي وكمان للأجهزة الرقابية اللي تشوف المخالفات بالأملاك العامة وأنا بدي أعتبر هل الصور اللي قطعوا اللي هن بمثابة إخبار للمدعي العام التمييزي تيزيل المخالفات فورا لأنه واضحة جدا والشيء المؤسف أنه هو المدير عم يعمل كل هالمخالفات على حساب جمعية المالكين على حسابي يعني عم بيجي لبسني صفة مختصي بالأملاك العام البحرية نحن بهمنا من الموضوع كله أنه القضاء يوضع إيده على أي ملف في إشكاليات وفي مشاكل لحتى هو يفصل بين الناس ويعطيك الحدا حقه أنا بدي أشكرك أنا بدي أشكرك وبدي أرجع أشكرك القضاء اللي أنصف حرية التعبير رح ننهي الحلقة بتسعين ثانية لنشوف شو ناطرنا بهالتسعين ثانية وأي موضوع رح نشوفه فيه وتصبحوا على ألف خير
اسمي ربيع الجمال، عمري 30 سنة، خريج حقوق. أنا شخص كفيف، فقدت نظر عمري 16 سنة بخطأ طبي. صار عندي مشكلة يعني بعصب العين، وعصب العين هلأ ما له علاج. نحن كأشخاص إنه مكتوفين بلبنان بنعاني من كتير أشياء، أهم إنه بالكتب المدرسية حتى مش موجودين برايل أو كأوديو بوك. يعني نحن الكفيف بده يعاني لمين ينقله أو يقرأ له أو يسجل له على كاسات. وأنا هلأ مقدم على وظيفة بشغلتي كحقوق يعني على مكتب محاماة، وإن شاء الله بيمشي الحال. ما رح أقعد بالزاي وأقول لأ ما فيني، أو لأنه المجتمع هيك مفكر. لأ أنا حأتحدى كل شيء. أنا بعمل كتير نشاطات، يعني بروح على الجيم، بنزل على البحر، وهلأ عم بركض بالماراثونات، معي جايد بركض معي مسافات طويلة. ما حاسمع للعالم بيقول لي بركي وقعت وما بعرف شو. لا، من المثل اللي بيقول انه ما تعطيني سمكه بس علمني كيف اتصيد. بس الفكره من اللي عم بقوله انا انه ما نحن كمكفوفين ما بدنا انه تعطونا كل شيء جاهز، لا بدنا تعطونا على الاقل فرصنا بالشغل وبالحياه. شو ما كان كنا مكفوفين ولا لا، او شو ما كان عندنا مشاكل، هاي الحياه بدها تكفي كيف ما كان. يعني انا ككفيف اليوم طلعت سمكه، بكره بطلع اثنين وثلاثه واربعه، مش حقيقي.